بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر الحضور الكريم على الحفلة وعلى كلمات جميلة ديال الترحيب. وباش نجاوب على السؤال الأول ديال جريدة الخبر، كيفية التعاقد؟ التعاقد مع الفريق جا كيما جميع المدربين كيتعاقدوا مع المدرب، يعني تم الاتصال بيا وكان هناك عرضين، عرض من كلاب اخرين اللي ما كانش جديين بالمئه، ولكن الاخوان ديال فريق اسفي كانوا جديين في الاتصالات، وفضلت على انني نتكلم معهم في المساله ديال التعاقد. الحمد لله، يعني الجلسه الاولى اللي جلست مع الاخوان ديال المكتب المسير، يعني القلب كيرتاح، وبالتالي فضلت على انني ناخذ هذه التجربه اللي كيقول عليها الاغلبيه، كتقول عليها بان ربما فيها مغامره او بعض الشيء من هذا القبيل. بالنسبه للاستراتيجيه، ما كنظنش بان تكون مختلفه على الاستراتيجيه ديال بن زكي، لانه كيبقى من المدربين الكبار اللي عندنا الاستقرار ديال الفريق، والحمد لله الاخوان لا أميل كرم معروف عليه حتى ميك اللاعب بأخلاقه وبالأخلاق الطيبة ديالو، وأنه يلعب الكرة، ولكن أمن بالمسألة ديال الإنسان إلى لعب الكرة، فأكيد أنه غيضيف أشياء إيجابية جميلة للاعب. بالنسبة للعمراني، معروف عليه الكفاءات ديالو، وأنا سبق لي عاشرت الوقت اللي كان بن زكي كيدرب الوداد، انا ذاك كنشرف على فريق الامل ديال الوداد، الحمد لله كنعرفو عن قرب وكنعرفو انه انسان كومبيتون، فاظن بان الاخوان اللي في الطاقم التقني كلهم اخوان كيستاهلوا المكانه ديالهم، وغادي يخدموا الفريق بجديه كما خدموا مع بن زكي، فاظن بانهم غادي يكونوا مخلصين للفريق، ماشي الفتوت وانما مخلصين للفريق، وبالتالي ما كنظنش بانه غير شكل هذا شي مشكل بالنسبه لينا ان شاء الله. بالنسبه للسؤال الثاني، تجربه اول مره في فريق، الاخ كيقول بانه مهدد بالنزول، هذا كلام ديالو هو، اظن بانه باقي حتى حاجه ما تلعبات، كنشوف الفريق اللي محتل الصف الاول مع الفريق اللي في المؤخره، اولا مثلا مع فريق اولمبيك اسفي، فالفرق ما كاينش كبير، يعني فرق ديال ربما 12 نقطه او 13 نقطة، ف 12 نقطة و 13 ممكن تحصدها في اربع مقابلات، يعني الفريق هو اربع مقابلات، يعني ما كنتكلموش على بطولة المانية ولا بطولة انجليزية. اظن بانه انا سبق لي اخذت التجربة مع فريق رجاء بني بلال، كان كيحتل المرتبة 15، ومني جلست مع المكسب الموسوية باقي ما تعاقدناش، قلت لهم انا غنلعب على المراكز الخمس الاولى، ولا ساعدتنا النتائج غادي نلعبوا على الصعوبة، وضحكوا للناس الحاضرين اللي كانوا في الجلسة، ضحكوا على هذا الكلام هذا، ومن قررنا نطلعوا يعني الكل جا كيعتذر كيقول لي راه ضحكنا عليك نهار الأول فاش قلتي ذاك الكلام، وقلت لهم أنا كنأمن بواحد المسألة، هو أن الله عز وجل ما كيضيعش شي واحد كيعمل بإخلاص، وأنا جيت لهاد المدينة باش نعمل بإخلاص، كنتمنى الناس كلهم يوقفوا بجنبي، اللي كيبغي الخير لهاد الفرقة يوقف بجنبي. ان شاء الله غادي نحققوا العيوب، هادشي ليس بعزيز على الله عز وجل. بالنسبه ل تقريبا 95% ديال اللاعبين انا راضي على القلب ديال الاداء ديالهم، كيبقاو اللاعبين اللي ما لعبوش، فما يمكنش نحددوا لائحه ديال المغادرين ولا لائحه ديال اللي غيجيو حتى نشوفوا الجميع، باش ما نسمعوا اننا ما ظلمنا حتى شي واحد، وهذه من المبادئ ديالي في العمل ديالي ولله الحمد، انني ما كنظلم حتى شي واحد، يعني الا بحال اللاعب الصغير ديال فريق الامل، بحال اللاعب المخضر، ما كنفرقش بيناتهم،
وهذه استراتيجية إلى الأخ الاستراتيجية استراتيجية العملية يعني. كلام كده يكون واضح مع الجميع اللي كيأدي التدريب ديالو بجدية وكيبين على المؤهلات اللي يستاهل على القميص ديال أولمبيك أسفي هو اللي غادي يلعب مع الحضاش الرسمي. بالنسبة للسؤال الثالث أظن بأنني جاوبت عليه ديال الطاقم التقني تكرر جوج المرات. بالنسبة للأخ طلال على أول جريبة كيسأل أنا متغامر بهذا الاختيار هذا. أظن بأنه كما قلت العمل جدي مع المعقول مع القلوب الصافية فلا أظن أن العمل ممكن ما ينجحش هذا مستحيل. ولي تعبنا السي ممكن بعد الانفصال مع طالبي مع السي بدو زكي نكتب جنسيات تلقى العروض ديال المدربين ومعد دراسة لهذه العروض كان إجماع إجماع ديال المسيح على التعاقد مع السيد الشتوت الحمد لله السمعة ديالو والجدية ديالو المعروفة ديالو. إذا حنا كنعتبرو الحمد لله ملي كيكون إجماع الحمد لله كيكون واحد لما كيكون واحد التفاؤل بالشعب المصري. بالنسبة لعقدة الأهداف اللي تكلم عليها السيد المدرب ولكن حنا في هذا ايوا نصحح واحد القضية اللي سمعتها بأن كنا لقى البطولة مع عمان كنا في الأهداف ديالنا كان السيد مدو زكي هو هذا العام 6 الأوائل والعام الجاي 4 الأوائل من تكوين الفريق التنافسي 6 أوائل السنة والسنة الأولى مع عمان هذا ماشي هدف بما قبل البطولة. هذه السنة إن شاء الله نعمل نظرا للنتائج اللي حصلت في سميتو إلا كنا بالنسبة للثمانية إلى الثمانية الأوائل هذه السنة أنا كنعتبرها نتيجة إيجابية. بالنسبة للمسؤولية ما كاينش المسؤول حتى شي واحد في الدوري راه كاين غير مسألة ديال الحظ زعما كل واحد المجهود ديالو اللاعبين دار المجهود ديالهم المكتب دار المجهود ديالو المدرب دار المجهود ديالو ولكن كاين مسألة ديال الحظ هي اللي خانت. سي بدو الزكي بالنسبة لهذا الخبر اللي تم كان هناك بلاغ مقتضب الموقع الرسمي ديال النادي مباشرة بعد انتهاء الاجتماع اللي كان حتى يوم الاثنين فارغ الاجتماع تم على الساعة 10:30 يعني تقريبا في 11:30 كان الموقع في يعني كان الخبر في الموقع. هذه أول حاجة بالنسبة للتعاقد مع السي يوسف فرتوت النهار الأحد ما كانش تعاقد اليوم اللي تم توقيع العقد واليوم اللي هو يعني مباشرة بعد توقيع العقد يعني كان هناك تقديم السي يوسف فرتوت للطاقم التقني واللاعبين بعد من الإخوان المنخرطين ومن بعد منه يعني في نفس اليوم كان عقد الندوة الصحفية اللي كان نهار الأحد هو اللقاء الأول اللي كان مجمع اللجنة التقنية بتفويض من مكتب المسير اللي كانت عقدت واحد الجلسة مع السي يوسف فرتوت وكنا توصلنا يعني ناقشنا الحيثية ديال التعاقد وجميع المواضيع وصلنا للاتفاق المبدئي ولكن ما كانش يمكن هذا التعاقد بدون يعني توقيع رسمي يعني دونك هذا هو هذه الحيثية ديال التواصل.